FM. الكلمة ليك. جبنا حاجة جديدة في حركة مشروع تونس. بدينا حزبنا على الديمقراطية التشاركية. ما فماش حزب بدا بالطريقة اللي بدينا فيها احنا تو. شاركنا الناس في كل شيء. قلنا تقاسم وعملتوا استفتاء مع العشرات الالاف قلنا واجهنا التوانسة. قلنا اليوم ما نش نتقاسموا الثروات، زلنا نتقاسموا التضحيات. كيما العون الامن وكيما العسكري قاعد يضحي بدمه في باش يقاوم الارهاب، يلزم رجل الاعمال يضحي بامكانياته ويضحي بفلوسه. الكلام مش جديد هذا يا سي وليد، مش جديد. تقاسم التضحيات ما كناش نسمعوا فيها. بعد الثوره الناس كل نسمعوا في تقاسم الثروه. هي كان موجود لا 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 لا, لا, لا هذا اللي كنا نسمعوا فيه. لا. تقاسم الثروه وكيفاش ثروه عادله كيما نقسموها وتقولش عليها غنيمه وهي تقسموها. العامل اليوم يلزم يضحي، العامل بيدو اليوم بلادنا راهو في حاله حرب على الارهاب، يلزم يضحي ما عادش يطلب زياده. الشيء معناتها هذا هو اش معناتها تقاسم الثروه. يلزمنا نواجه قبل كنا ناس كل دخلنا في لغه الشعبويه، لا اللي الحريات الى اخي، لا المطالبه حقي. شوف اليوم بلادنا في خطر، خلينا نصرحوا بعض، اليوم بلادنا تخوض في حاله حرب. ماناش تقريبا ماناش فاهمين اش معناتها حرب على الارهاب وحرب على الفقر. مش على خاطر لما تقوم الناس محتاجين في مناطق داخليه وقتا نوليو نذكروا حرب، لا احنا في زوج حروب متزامنه، في حرب على الفقر وفي حرب على الارهاب. هل اليوم التوانسه يلزم يتقاسموا التضحيات ولا هل اليوم يجب تشاركهم في كل شيء ولا؟ كابا فهم الكلمة ليك.